ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنحل الضوء والاشعاع الشمسي على البيئة المائية، وهو درس بسيط جدا، وحتى اسئلته 8 اسئلة، يعني حاجة بسيطة جدا. بيقول لك: كلما اتجهنا لأسفل في البحار التي يغطيها الجليد، كل ما انزل تحت درجة الحرارة بتزيد، وطبعا الضوء النافذ بيقل، فالإجابة تبقى رقم ب. ماشي، السؤال اللي بعديه: يعتبر الضوء الأحمر بالنسبة لباقي الألوان أكبرهم طول موجي وأقلهم تردد. أكبرهم طول موجي وأقلهم تردد، يبقى الأقل تردد والأكبر طول موجي، ودي غلطة في الكتاب، غلطة في إجابات الكتاب. السؤال اللي بعديه: يعتبر الضوء البنفسجي بالنسبة لباقي الألوان الطيف أكبرهم تردد وأقلهم طول موجي، بل أكبر تردد وأقلهم طول موجي، وبرضه نفس الكلام، غلطة في الكتاب. تتميز موجات الراديو الطويلة، بيقول لك قلة التردد وزيادة طول الموجي، ولا زيادة التردد؟ طبعا بص، موجات الراديو طويلة يعني طولها الموجي كبير، واحنا في بداية الطيف الكهرومغناطيسي بيبقى طول الموجي كبير والتردد قليل، فكده كده قلة التردد وزيادة طول الموجي. السؤال اللي بعديه: هنا تتميز أشعة واي، في أصلا مفيش حاجة اسمها أشعة واي، يعني مفيش حاجة أصلا اسمها أشعة واي، فاحنا هنمشيها أشعة جاما، هنمشيها أشعة ايه؟ جاما، هي ال دي جاما علامتها كده، وجاما يبقى التردد كبير جدا وطول الموجة قليل، يبقى نخليها الإجابة باء، فدي برضو غلطة في الكتاب. السؤال رقم 6: ما هي الموجات اللي تقع من 400 نانومتر 700 نانومتر؟ الضوء المرئي اللي هو الطيف المرئي. طب نكمل. السؤال اللي بعديه بيقول لك: دور الإشعاع الشمسي في توزيع الكائنات البحرية. في ضوء دراستك لتأثير إشعاع الشمسي على توازن البيئة في البيئي في البيئات المائية، أي العبارات التالية خطأ؟ توجد الطحالب والعوالق النباتية بكثرة في الطبقات السطحية من الماء، صح. أسماك التونة والباراكودا تفضل العيش في المياه القطبية الباردة، لا دي مش صح، فأنا هختار دي، مش هي بتعيش في المناطق الدافية. 8: يحدث كل مما يلي بسبب الإشعاع الشمسي ما عدا موت الشعب المرجانية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، صح. حدوث التيارات المحيطة مما يؤثر على توزيع، صح. اندفاع الطحالب اندفاع الطحالب والفيتو بلانكينتون نحو الأعماق الصحيقة من المياه هرب من أشعة الشمس، الكلام ده غلط، المفروض أصلا بيبقى في السطح عشان هم عايزين أشعة الشمس، يبقى الإجابة هي دي الغلط، يبقى دي اللي أختارها. خلاص كده، ده كده درس بسيط جدا، أشوفكم في الدرس الجاي.